بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سوف نكمل سلسلة محاضرات من مادة الميكروبيولوجي التي درست لطلبة الدكتوراه الكورس الأول بكلية العلوم. معكم المتحدث الدكتور محمد المازني. احنا طرقنا المحاضرة الأولى حول General Characteristics of the Bacteriology، بالأحرى بالذات إنه الميكروبيولوجي نطرق لهذه المواضيع حول البكتيرولوجي. نطرقنا صفات هذه البكتيريا وما الاختلاف ما بين جرام بوزيتيف إلى جرام نيجاتيف إلى آخره. عرفنا الأمور البيسك principle of the bacteriology. اليوم سوف نكمل المحاضرة about microbial metabolism، فعاليات الحيوية الأيضية. مايكروبيال ميتابوليزم، الفعاليات الحيوية الأيضية أو الأيضية للأحياء المجهرية وبالذات البكتيريا. طبعاً إحنا نعرف الميتابوليزم الفعاليات الأيضية تقسم إلى two processes. Process number one هي الكاتابوليزم، ونمبر two نقصد بالأنابوليزم، يعني فعاليات الكاتابوليزم عمليات الهدم، وعمليات الأنابوليزم عمليات البناء. حتى لا نسبق الأحداث نحاول أنه ندخل بالموضوع في الموضوع. زين. Objective of the lectures، المواضيع اللي تشمل هذه المحاضرة، هو نقطة number one define microbial metabolism. أريد نعرف إنه نعرف ماذا نقصد بالفعاليات الأيضية للميكروبية. Number two discuss the importance of transport system in the bacterial cells. نقصد به إنه نناقش ما أهمية أنظمة النقل في البكتيريا. ثالثا determine حد the main metabolic pathways، الطرق الرئيسية لفعاليات الأيضية. ورابعا clarify the importance of metabolism in the microbial life and the diagnosis of infectious disease، دور هذه الفعاليات عملية التشخيص. ونمبر 4 انه discuss ناقش the controlling on metabolic pathways، نناقش كيفية السيطرة على طرق الفعاليات الأيضية. ونمبر 6 how to detect microbial metabolism، كيف ممكن انه نكشف عن الفعاليات الأيضية الميكروبية. ناخذ الموضوع الأول. Bacterial Transport System، أنظمة نقل الموجودة في البكتيريا. Function of Cytoplasmic Membrane، إحنا نعرف أنه عملية الـ Transport System occur in bacteria by Cytoplasmic Membrane، تعدل عملية النقل بوجود Cytoplasmic Membrane. ونعرف أنه Cytoplasmic Membrane عبارة عن Bilayer membrane، يعني طبقة ثنائية تتكون من جزء يكون اللايبوفيليك يكون، والجزء الثاني يكون هيدروفيليك بورشن. وهذه السيتوبلازم membrane تقريبا يكون متشابه مع الايوكاريوتيك سيلز. اذا what the function of this membrane، ما هي وظيفة هذا السيتوبلازم membrane؟ The major functions of the cytoplasmic membrane are، الوظائف اللي تقوم بها اولا selective permeability and transport of solutes، اذا يقوم عمليه النفاذيه الانتخابيه selective permeability، اي بمعنى اخر انه كثير من المواد حتدخل الى داخل السايد، يعني inside of the cells، يتم من خلال عمليه شنو، عمليه نفاذيه انتقائيه، اي بمعنى اخر انه ينتقي هذه البكتيريا بعض المواد دون دخول المواد الاخرى. ايضا نفس العمليه عندما يكون عمليه خروج هذه المواد بالطريقه المعاكسه لعمليه الدخول. ايضا نمبر 2 يقوم بالفانكشن هو الكترون ترانسبورت اند اوكسيديتيف فوسفوريليشن ان ايروبيك سبيشيز،
الأرابيبكتيريا تقوم عملية دور الكترون ترانسبورت، نقل الالكترون من خلال السيتوبلازم ممبرين، وأيضا إحداث عملية الأوكسيديتيف فوسفوريليشن. نمبر 3 اكسريشن اوف هيدروليتيك اكزو انزيمز، حتى الانزيمات اللي تقوم البكتيريا بتصنيعها حتى تفرز الى الخارج، اذا بمساعده السيتوبلازمك ممبرين. طبعا هذه الانزيمات تقوم بادوار مختلفه، يعني فور اكزامبل عندما بعض البكتيريا تفرز انزيم اللايبيز، هذا اللايبيز شنو يساعد؟ يساعد تحلل الليبيد الى مكوناته الاوليه على سبيل المثال الفاتي اسيد، بالتالي حتى شنو تستفاد من عدم البكتيريا من هذه الفاتي اسيد. نمبر 4 بيرينج ذا انزيم اند carrier molecules that function in the biosynthesis of DNA cell wall polymers and membrane lipids. أي بمعنى آخر أنه تساعد هذه السيتوبلازم ممبرين بمن بإفراز هذه الإنزيمات تقوم بأدوار مختلفة. واحد من الأدوار هو البيوسينثيسيس أوف DNA، أيضا صنع يكون الكومبيننت أوف ذا سيل وول وإلى آخره. النقطة الأخيرة أنه pairing the receptors and other proteins of the chemotaxis and other sensory transduction system، أيضا تعتبر يقوم بدور as receptors. إذا هاي الدوائر الخمسة أو الوظائف الخمسة تقوم بها transport system in the bacteria cells. وعندنا الدور المهم تقوم به هو permeability and transport، عملية انتقائية للمواد، عملية نقل هذه المواد. The cytoplasmic membrane forms of hydrophobic barrier impermeable to mass hydrophilic molecules. However, several mechanisms transport systems exist that enable the cell to transport nutrients into and waste product out of the cells. There are three general transport mechanism involved in membrane transport. أي بمعنى آخر نفس الكلام ذكرنا بداية المحاضرة، إنه transport system بيقوم به هذه البكتيريا عملية نقل هذه المواد، يكون من يعني من تقوم نقل المواد من يكون شنو من الخارج وتدخل إلى داخل الخلية، أو إن الwaste product أيضا يكون نقل من inside to outside of the cells. يوجد عندنا ثلاثة ميكانيزم تقوم عملية الترانسبورت سيستم. الميكانيزم الأول هو الباسيف ترانسبورت، والثانية يسمى بالأكتيف ترانسبورت، والثالثة يسمى بالجروب ترانسلوكيشن. نلاحظ بالنسبة للباسيف ترانسبورت هذا النقل يتم بوجود عدم العفو، وجود يعني بأبسنس أوف ذا أي تي بي إنرجي، بعدم وجود الطاقة. Whereas active transport شمينو تكون have ATP energy، وعد الجروب translocation مجموعة من الأيونات راح تنقل عبر السيل ممبرين. حتى نلاحظ أنه هذه الـ 3 ميكانيزم. بالنسبة للميكانيزم نمبر 1 يتم على فيها نمبر 1 شنو ذكرنا شباب، أن هذا هو الباسيف ترانسبورت، نقل بوجود بعدم العفو وجود الطاقة. إذا الانتقال في هذه المواد يسمونه يسمى بالفاسيليتيف أو الفاسيليتيد ديفيوجن، انتشار الميسر أو الانتشار اليسر. إذا هو عبارة عن is basic diffusion of substrate against concentration gradient does not require energy. إذا هذا اللي ترانسبورت لهذه المواد يتم without of need an ATP energy. For example على سبيل المثال هو الجليسيرول، وهذه تنقل من خلال against concentration gradient ضد التدرج بالتركيز، أي بمعنى آخر من تنتقل هذه المواد من high concentration من إلى low concentration. نلاحظ أن outside of cells و inside cells هذه المواد بالتالي شوية راح تكون عملية نقلها وإدخال إلى inside of the bacteria. أيضا حتى نعرف أنه more detail about base of transport ما هو this mechanism reels. شو خلينا نكبر الكتاب شباب، أوضح
This mechanism rears on diffusion uses no energy. إذن هي ما تستخدم الـ ATP energy and operate only when the solute is on a higher concentration outside than inside the cells. مثل ما ذكرت إنه ما تحتاج ATP وتنقل هذه المواد يكون بالاعتماد عليمن على الـ higher concentration أي معنى آخر concentration gradient. تنتقل من high concentration من outside إلى داخل الخلية عندما يكون الـ concentration مالتها low. Simple diffusion account for the in a try of very few nutrients including المواد اللي ممكن انه تنقل بهذه الطريقة هي dissolved oxygen والكربون دايوكسيد and water itself. Simple diffusion بعض الحين يسمى بالsimple diffusion قلنا provide neither speed nor selectivity. إذن هذه يكون سرعة تكون بطيئة وعادة يكون ما يمتاز بصفة السلكتيف كاركترستيك عادة، لكن بعض الأحيان ممكن أنه لاحظ هاي سلكتيف كاركترستيك بوجود بعض المواد. Facilitated diffusion also uses no energy so the solute never achieves an internal concentration greater than. What exits outside the cell, however, facilitated diffusion هاي الانتشار المؤثر السلكتيف بعض الأحيان يكون selective ذكرتهم نو بعض الأحيان يكون selective بس عادة يكون no selective of nutrient transport. وchannel protein forms selective channel that they facilitated the passage of specific molecules. بعض الأحيان يكون selective لأنه يحتوي على من على channel protein. بعض البكتيريا تحتوي على هاي البروتينات أو قناة بروتينية تساعد على من على نقل بعض المواد دون غيرها. In the facilitative diffusion is common in eukaryotic microorganism, for example, yeast, but is rare in prokaryotic. إذا نادر ما يحدث هاي المخلل موجود بالبكتيريا، عادة يحدث بالeukaryotic cells, for example, yeast cells. Glycerol is one of the few compounds that enters prokaryotic cells by facilitative diffusion. واحد من المركبات المهمة تقوم بهذه عملية الباسيف الترانسبورتين ذا بكتيريا هو الجليسرول. النوع الثاني هو من الترانسبورت ذكرت هو الاكتيف ترانسبورت يعني this energy أو this transport أو this message need to ATP energy تحتاج من إلى الطاقة. إذن many nutrients are concentrated more than a thousand fold as result of active transport. There are two types of active transport mechanism depended upon the source of energy employed. هذا الـ type of the source قلنا لو تحتاج إلى من الـ ATP وعندنا هذا نوعين من هذه الطريقة تعتمد على من على source of energy على مصدر الطاقة. أولا يكون ion coupled transport نقل يسمى إنه الكابل ايون الكابل ترانسبورت انه يكون مرتبط مع الايون. والنوع الثاني يسمونه الاي تي بي بايندينج اسيد الاي بي سي ترانسبورت وهذا يسمونه النوع الثاني الاي تي بي بايندينج اسيد. نلاحظ النوع الاول ما هو هذا ايون كابل ترانسبورت او يسمى بالكيمو osmotic driver transporter. This system move molecules across the cell membrane at the expense of previous established ion gradient such as proton motive or sodium motive force. هذا عادة الايونات اللي تنقل من خلال هذه المثل هو عادة يسمى بالبروتون موتيف أو يسمونه الصوديوم موتيف فورس. أكثر شيء يعتمد المعلم على الصوديوم. There are three basic types. عندنا ثلاثة أنواع من هذه التابعة لهذه الطريقة. أول نوع يسمونه اليوني بورت والثاني يسمى بالسم بورت والثالث يسمونه الانتي بورت. الأيون كابل ترانسبورت is particularly common in the aerobic أورغانزم. أكثر شيء هذه البكتيريا اللي تعتمد عليها عملية النقل هو البكتيريا الهوائية which have an easier
time generating an ion motive force than do anaerobic. هذه أكثر شيء تعتمد في البكتيريا الهوائية، بينما البكتيريا الهوائية ما تعتمد إلا بعض الحالات rare cases. النوع الأول اليونيبورترز catalyze the transport of substance independent of any couple ion. تحلل هذه الطريقة راح تحلل أي مركب يكون ما يتعتمد عليه من على الكابل أيون. والثاني يسمى بالسمبورترز تحلل أنه بيصور سيميوليتينالز ترانسبورت ناقل آني of two substances يكون مادتين at the same direction مادتين تنقل بنفس الوقت ونفس الاتجاه من خلال سنجل كير حامل يكون مفرد. على سبيل المثال تنقل الأيونات الهيدروجين جراديانت can permit support of an opposite charge ion أو من خلال نيوترال موليكول. والنوع الثالث هو يسمى بالانتيبورترز يتحفز أيضا يكون سيميوليتينالز يكون بصورة تحفيزية وآنية لترانسبورت of two like charge compounds مركبات يكون نوعين من المركبات و يحملون أيضا شحن يكون متشابه in opposite direction لكن يكون باتجاه عاكس. أكثر شيء الكارير الشاع هو الهيدروجين والصوديوم. Approximately تقريبا 40% of substrate transport by Escherichia coli. أكثر طريقة اللي تستخدمها البكتيريا هي هذه الطريقة البكتيريا الأولى. هسه بالنسبة لهذه الشباب أريد عندكم طلاب أنه يعني فكرة عامة هذه الفرقة في العفن دون التفصيل. زين بعد عندنا الأكتب أيضا نكمل هذا الموضوع هو الأكتب ترانسبورت. ذكرت إنه الطريقة ثان تستخدم واحد من الطرق هو البايندينج بروتين ديبندينج ترانسبورت أو يسمى به الشوك sensitive يكون حساس للشوك. Many nutrient is facilitated by specific binding protein. وعند الكيمو osmotic driving transporters هو يكون move molecule across cytoplasmic membrane. يعني هذا الرسم هو راح يوضح لي عملية النقل باعتماد عليه من على ال ATP energy من خلال هذه البروتينات تم على نقل هذه المركبات. النوع الثاني يسمى بالABC transport يسمونه binding protein dependent transporters. This mechanism employ ATP directly to transport solute into the cells. مثل ما ذكرت نعتمد على الATP. In gram negative bacteria the transport of many nutrients is facilitated by specific binding proteins located in the periplasmic space. عادة بالجرام نيجاتيف بكتيريا يتم بها هذا النوع من النقل وراح يحدث بالبيريبلازميك سبيس فراغات تكون من البيريبلازميك سبيس يعني ما بين السيل ممبرين وما بين السيتوبلازميك ممبرين. بينما بالجرام بوزيتيف بكتيريا the binding protein are attached to the outer surface of the cell membrane. بينما الجرام بوزيتيف راح يتم وين يكون تكون اتاتش ملتصق على من على الاوتر سيرفيس على السطح الخارجي للسيل ممبرين. هذه البروتينات function by transferring their bound substrate to a membrane bound protein complex. Hydrolysis of ATP is then triggered and the energy is used to open the membrane pore and allow the unidirectional movement of the substrate into the cells. هذا كلام ذكرنا. Approximately تقريبا 40% of the substrate transferred by Escherichia coli utilize this mechanism. أيضا ذكرت أنه تقريبا 40% من البكتيريا Escherichia coli تعتمد على هذه النوع من النقل. النوع الثالث يسمى بالجروب translocation. In addition to through transport in which solute is moved across the membrane without changing the structure, bacteria use a process called group translocation. هذه الطريقة
تسمى الجروب ترانسلوكيشن او يسمى بعض الاحيان بالفكترال ميتابوليزم. فكترال ميتابوليزم فعاليه اللي الناقله to affect the net uptake of certain sugar. اكثر شيء هذا تستخدم من عمليه نقل السكريات بالذات تعتمد عليه نقل السكر الجلوكوز والمانوز. The substrate become phosphorylated during the transport process. بالتالي عندما تنقل هذه المركبات الجلوكوز والمانوز يحصل عمليه فيها عمليه الفوسفوريليشن. In a strict sense, a group translocation is not active transport. وهذا يكون ما تحتاج من الى الـ ATP energy وما تكون من نوع الـ active transport بسبب no concentration gradient is involved. ما تأثر وما تتمعن من على concentration gradient. This process allow bacteria to utilize their energy resources efficiently by coupling a transport with metabolism. In this process, membrane carrier protein, فالطريقة البروتينات الناقلة موجودة بالممبرين is first phosphorylated in the cytoplasm at the expense of phosphoenol pyruvate. راح تحصل على مثل الفسفرة لهذه المركبات. Then phosphorylated carrier protein then bind to the free sugar and three exterior membrane phase and transport it into the cytoplasm, release it as energy phosphate. راح تعمل علمن إذن هذا موجود في هذا الغشاء موجود عندنا بروتينات يقول membrane carrier protein هذا حامل موجود على الغشاء ويحدث عملية phosphorylation وين هذه phosphorylation وبالتالي راح تكون phosphoenol pyruvate وهذه البروتينات الحاملة راح تحدث عملية الفسفرة وبالتالي راح ترتبط مع الشجر وتعمل عملية نقلة داخل الخلية وبالتالي النتيجة انها بعد ما تنقله راح شنو يكون هذا راح يتحرر هذه الشجر من هذا المركب انه يدخل داخل الخلية وبالتالي يتحرر يكون على شكل شجر والفوسفير. Such system هذا النظام من الشجر ترانسبورت ار كول يسمى هذا من النظام يسمونه بالفوسفو ترانسبيري سيستم. اذا هذا النظام لانه يعتمد على الانزيمات يقوم عمليه نقل الفوسفور هذه الانزيمات يكون الناقله وتعتمد تالي على الفوسفور وارتباطها مع الشجر يسمونه بالفوسفو ترانسبيري سيستم. فوسفو ترانسبيري سيستم ار اولسو انفولفد ان موفمنت توورد these carbon source hemotaxis بعدها يسمون هذه تساعد علما انه يتحرك يكون باتجاه مصادر الكربون يسمون بالكيموتاكسيس and the in regulation of the several other metabolic pathway الكاتابوليك ريبريشن ايضا ممكن انه طرق اخرى عمليه جعبيه تنظيم بالطرق الميتابوليكه ميتابوليك يسمون بالكاتابولايت ريبريشن. هذا الجروب الترانسلوكيشن يسمى بالفكترال ميتابوليزم هو عبارة عن فوسفو ترانسفيريز سيستم وينقل الجلوكوز والسكر الثاني المانوز من خلال الميمبرين وهذه البروتينات وبالتالي لا تنقل هذه المواد من الأوساد من إلى داخل الخلية. يوجد لدينا سبيشال ترانسبورت بروسيس عمليات نقل وأنظمة خاصة تختلف عن ثلاث الطرق التي ذكرت آنفا. ما هي؟ أنه تعتمد عليه على نقل الأيرون الحديد. الحديد يختلف عن بقية الطرق النقل إذا ذكرت آنفا. الأيرون is an essential nutrient. يعتبر مادة أساسية for the growth of almost all bacteria. مادة أساسية لنقل معظم البكتيريا يكون under anaerobic concentration أو condition تحت الظروف اللاهوائية. الأيرون is generally in the two oxidation state and soluble يكون بحالة two oxidation and soluble. However رغم ذلك بال under anaerobic condition بالظروف الهوائية بينما الظروف الهوائية الأفيشينو يكون عادة بشكل three oxidation state ويكون insoluble يعني عكس الحالة الأولى. The internal
compartment of animal contain virtually no free fee. It is sequestered in complexes with such a protein as it. إذن هذه الأيرون يمتاز بصفة خاصة أنه يعتمد عليمن على بروتينات خاصة بنقله ويسمى بالترانسفيرين and يسمى باللاكتوفيرين. Some bacteria solve this problem by secreting hydrophore compound that إذن البكتيريا عادة تقوم البكتيريا تقوم عادة بالنقل هذا اللي فيه الأيرون خارج داخل من خلاله تفرز السيدروفور. هاي السيدروفور هي عبارة عن مركبات تمتاز بصفة chelating Fe يعني ترتبط بمن بال Fe and promote حفز it and promote its transport as soluble compound. حفزه بالتالي عمليه نقله بشكل يكون soluble complex على مركب معقد. One major groups واحد من الجوانب الرئيسيه من السيدروفور consists of derivative of hydroxymic acid. واحد من المجاميع الرئيسيه تمتاز بمركبات السيدروفور هو الهيدروكسيميك اسيد CONH2OH. هذه which chelate راح يرتبط من Fe3 very strong يرتبط بصوره قويه. The iron hydroxymate complex is active transferred into the cell. وبالتالي راح يكون اكتف نقل هذا المركب داخل الخليه من خلال cooperative action من خلال هذه الفعاليه المشتركه of a group protein مع لها بروتين that span the outer membrane periplasmic and inner membrane. وبالتالي راح تدخل الى الاوتر membrane وتدخل من الى الانر membrane. The iron is released and وبالتالي راح يدخل داخل الخليه الايرون راح يتحرر and the hydroxymate can exit in the cell and then and be used again for iron transport. وبالتالي يتحرر من هذا النظام عقد وممكن انه يعيد مره ثانيه ويدخل الايون ثاني. Some pathogenic bacteria use fundamentally different mechanism involving specific receptors that bind host transferrin and lactoferrin as well as other iron containing host protein. بعض البكتيريا المرضية تمتلك إلى قابلية أنه different mechanism إلى قابلية أو إلى mechanism خاصة تعرفت على مستقبلات خاصة ساعد علمين على تربط بالهوست ترانسفيرين واللاكتوفيرين. الFE is removed راح يزال وينتقل من داخل الخلية من خلال energy dependent أيضا عملية تعتمد عليه من على الطاقة الـ ATP. نريد نفهم من هو الإلكترون بعد شنو؟ الإلكترون ترانسبورت بس موضوع آخر عندنا electron transport and oxidative phosphorylation عملية نقل الإلكترونات والفوسفور المؤكسدة. The cytochromes and other enzymes and component of the respiratory chain من خلال عملية تحدث عملية نقل الإلكترونات من خلال السلسلة التنفسية وين من خلال cytoplasm membrane. إذن include تشمل certain dehydrogenase are located in the cell membrane. The bacterial cell membrane is this a functional analog of the وهاي وظيفة يكون مشابه وظيفة الميتوكوندريا موجودة بالإيوكاريوتيك سيلز. بالإيوكاريوتيك سيلز وين تحدث عملية نقل الإلكترونات والأوكسيديتيف فوسفوريش من خلال الميتوكوندريا بينما تحدث بكتيريا وين in the cytoplasm membrane. Relationship which has been taken by many biologists to support the theory that mitochondria have evolved from symbiotic بكتيريا. بالنسبة لموضوع الآخر هو excretion of hydro
lytic exoenzymes and pathogenicity proteins. نقصد بها كيف تتعامل إفراز أو طرح إنزيمات خارج جسم البكتيريا، بالذات تكون إنزيمات من نوع الهيدروليتيك، وعملية الباثوجينيسي بروتين. All organisms that rely on macromolecules organic polymers as a source of nutrients, for example protein or polysaccharide or lipid, exert hydrolytic enzymes that degrade their polymers to subunits small enough to penetrate the cell membrane. إذا نعتبرز هذه الإنزيمات من خارج الخلية، بالتالي سهل عملياتنا تحلل الخلية داخل الجسم البكتيريا. على مثال مثل الليبياز، تحلل الليبيد من إلى الفاتي أسيد داخل الخلية. هيا animal secrete such enzymes into the lumen of the digestive tract. لاحظ أيضا الخلايا الإيوكاريوتكس سواء كان الإنسان أو الحيوان راح يفرز هذه الإنزيمات داخله، مع بالتالي يساعد على من هضم المواد الغذائية. Both bacteria both سواء كان gram positive أو gram negative secrete them directly into the external medium. البكتيريا سواء كانت موجبة أو سالبة راح تفرز يكون إنزيمات خارج الخلية direct أو into the periplasmic space between the peptidoglycan layer and the outer membrane of the cell wall in the case of the gram negative bacteria. بالجرام نيجاتيف بكتيريا راح تفرز هذه من خلال البيريبلازميك سبيس اللي واقع ما بين البيبتيدوغلايكان لاير والاوتر ممبرين، بينما الجرام بوزيتيف بكتيريا بروتين ات ار سيكريت دايركتوري ايضا تفرز مباشره دايركت بوت بروتين سيكريتد باي ذا جرام نيجاتيف بكتيريا ماست يكون ترافيرس ذا اوتر ممبرين از ويل اس. ولدينا عندنا 5 باث ويز خمس طرق اوف بروتين سيكريشن، خمس طرق تقوم عمليه افراز هذه البروتين. هاف بين ديسكرايب وصفت بجرام نيجاتيف بكتيريا هو النوع ال1 و2 وتايب 3 وتايب 4 وتايب 5 سيكريشن سيستم. سكيماتيك اوفر فيو اوف ذا تايب 1 وتايب 2 و3 از بريزنتد ان ذا فيجر، هذه الاسفل راح يوضح هذه العمليه. من خلال تايب 1 وتايب 3 باي ذا واي ترانسفير ذا انر ممبرين اي ام اند اوتر ميل. هنا شباب حاولوا ان تقرونه مجرد الاطلاع هنا بس نعرف ان الخمس موجوده من انظمه، شنو الغايه من هذه العمليه، وهذا الرسم ايضا للاطلاع. اوكي طلع علي زين. لدينا موضوع عندنا يجب انه نعرف الفاجوسيتوز عمليه بناء عمود الاندوسيتوسيس. لاحظنا الفاجوسيتوسيس هي عملية الالتهام الأجسام الغريبة تدخل داخل الجسم من خلال شنو؟ من خلال الخلايا الفاجوسايت. هاي الفاجوسايتز عندما هذا مثل فيروس أو البكتيريا تدخل، البكتيريا ما تدخل راح يسعد هنا انبعاج من خلال موجود السيدوبود، هذه تكونها هذه السيدوبود ودخلها وبالتالي راح يكون فاكيول وتقتل البكتيريا. بينما عملية الفينوسيتوس أندوسيتوس لا، بوجود الميكروفيلي راح تدخل هذه الجزيئات، بوجود هذه الجزيئات تكون سائلة وبالتالي راح تكون شو راح تكون؟ انزل اسفل اريكم راح تكون فيزيكال، يكون فيزيكال حويصلات بوجود الليكويد وبالتالي راح تكون اويل دروبليتس. يعني هذه طريقة وقائية وهذه طريقة سواء بدها عادة عملية التغذية. الميتابوليزم إذا افتهمنا بعد هذه المقدمة والنظرة الأوفر فيو أباوت ميتابوليزم، فهمنا أنه الميتابوليزم هو عبارة عن the sum total of all chemical reaction and physical working occurring in the cells. إذا راح تشمل كل التفاعلات الكيميائية والفيزيائية اللي تحصل بها الخلية. أبي وعلى آخر عندنا نوع من العمليات ذكرت بداية المحاضرة الميتابوليزم اللي هي تشمل الكاتابوليزم والانابوليزم. كاتابوليزم عملية البناء يسمونها كاتابوليك، هي معناها البريك داون
عفوا عمليه تحطيم هنا عمليه تكسير معناها بريك داون تصير الكومبلكس اورجانيك موليكولز جزيئات كبيره تحول الى ملايين جزيئات تكون سمبل كومباوند وهذه يكون بالتالي راح تحرر طاقه هل طاقه تستفاد من عندهم عمليه الانابوليزم عمليه البناء يسمونها الانابوليك اذا the parting of the complex organic هذه عكس هذه العمليه عمليه كسر عمليه بناء المركبات المعقده من سمبل كومباوند وهذه تحتاج من الى انرجي بينما الحاله الاولى يكون ما تحتاج انرجي لانه تحول الى الانابوليزم هذا الدياجرام يوضح هذه العمليات اذا سيل سينثيز synthesis of cell structure حتى نصنع مركبات تحتاجها هذه البكتيريا يتم من خلال عملية الكاتابوليزم تحرر طاقة وذكرت انه الـ ATP لما تحتاج من الى الانابوليزم منين راح تحلل لو تحلل source of energy مصدر الطاقة من خلال يكون مركبات كبيرة الكربوهيدرات الليبيد بروتين تحول لمركبات تكون بسيطة الـ end product مالتها with reduced energy تحول الى CO2 والـ H2O هل ATP راح تستفاد من عنده وتحول الـ وهذه الـ ATP وهذا يحتاج من الطاقة بالتالي شو راح يسوون؟ راح تصنع من المركبات تكون البسيطة شو الأمينو أسيد وهذه وبالتالي راح تكون شنو الكربوهيدرات والبروتين والليبيد. إذن المواد الغذائية اللي تحتاجها هذه البكتيريا تحتاج إلى مصدر كربون نيتروجين أكسجين مصدر كربون تحتاج من الشوغر والليبيد والنيتروجين من البروتين خلال بايوسينثيسيس والأو محتاج من الأير ثلاث مركبات تحتاج عملية الميتابوليزم هذا المخطط شباب يكون مهم حتى تفهمونه إنه خلينا أصغره الأوفر فيو أوف ميتابوليزم بصورة عامة شو راح تحصل الميتابوليزم من خلال ال أوضح الرسم ها من إذن خلال الروتينات ونيوكليك أسيد والبوليسكرات والليبيد هسه مثلها راح البوليسكرات راح تتحلل من المن إلى جلوكوز أوسط وحدة وثم تدخل من جلايسيريك 3 فوسفيت وخلال تكون بيرفيت بيرفيت راح يدخل الى اسيتال الكونزايم اي من خلال دوره سيدريك اسيد سايكل بالتالي راح تصل الى عمليه الريدكشن الكترون كارير حوالي موجود هي ال ان اي دي اتش وال اف اي دي اتش بالتالي راح تدخل الى الكترون ترانسبورت سيستم نقل الالكترونات اون اوكسيديتيف فوسفوريشن وتحتاج الـ ADP وتنقلها إلى الـ ATP وبالتالي راح يكون الـ Oxidative Electron Carrier هي الـ NAD والـ FAD إذا لاحظوا هذه بالتالي راح تنتقل من إلى الـ CO2 وهذه راح تنتقل إلى يكون ماء إذا شنو هذا الربط مع هذه؟ من خلال الليبيد تحول إلى الجليسرول والفاتي أسيد، الفاتي أسيد تدخل بهذا الأسيتال كونزايم أي تدخل هذه السايكل بين الجليسرول تدخل من هذه العملية إلى يسلك RDI 3 فوسفيت أيضا تدخل تكمل هذه العملية لكن عندنا هذا الباث واي المسار يجي هنا عندنا المسار يكون أحد المسار هذا أو ممكن ينتقل لهذا المسار وبالتالي ممكن يدخل بالأخير عملية الفوسفوريليشن وإعطاء اللايت إنرجي هذا مخطط يوضح نبذة مختصرة لعملية الميتابوليزم ايضا يكون هذا مهم حتى تفهم بصورة عامة المواد شنو علاقتها بالكاتابوليزم والانابوليزم اذا الانزيم ننتقل الى موضوع اخر بعد ما فهمنا كل هذه الامور ننتقل الى الموضوع الانزيمات ايضا الانزيمات تعتبر موضوع مهم او الانزيمات كاتاليست ذات سبيد اب اند دايركت chemical reaction اذا الانزيمات وظائفتها الانزيمات تخلو عمليه كاتالايسيس او كاتاليست حفز من الى التفاعلات chemical reaction تفاعلات كيميائيه الموجه عندنا نوعين من الانزيمات سمبل انزيم هو كونجيتيف انزيم السمبل انزيم معناه consists of protein alone هذا الانزيم يكون صور راح تكون اوضح لكم هذا السمبل انزيم عباره موجود بروتين او انزيم واحد بدون ما موجود الكونجكيت بدون ما وجود without any attachment compound ان الكونجكيتد
زي ما مرتبطه يسمى الهولو انزيم، هذا تحتوي على بروتينات بالاضافه الى جزيئات نان بروتين موليكولز. اذا يحتوي على بروتين وجزيئات غير بروتين، اذا تحتوي هذا الابو انزيم يسمى بالبروتين بورشن، هذا جزء اسهل يسمى الابو انزيم، يعني هذا جزء من البروتين. وهذا النانو بروتين بورشن يسمى الكوفاكتر، هذا الكوفاكتر المركب غير انزيم غير بروتيني. هذا الشيء يمثل بالتالي مثل ميتاليك كوفاكتر، كوفاكتر عوامل ربط الميتاليك المعادن، بالتالي يساعد على نقل الايرون والكوبر والمغنيسيوم. والكو انزيم ايضا ممكن الاورجانيك موليكول والفيتامين. الانزيمات اللي ارسل اذن الانزيمات بسرعه عامه حتى تفهم نفهم انه الانزيمات تعمل عمل على سبستريت سبيسيفيك، يعني كل انزيم له قابليه خاصه للعمل. مثلا انزيم لابيز عليه من حليل الذهب، اذا يسمونه سبستريت سبيسيفيك. سكروز السكريز عمل يعمل على السكروز، اليوريز يعمل على اليوريا، بروتيز يعمل على البروتيز يعمل البروتين، والدي ان اي يعمل على الدي ان، وهكذا. اذا عندنا موجود سبيسيفيك سبستريت. ان الانزيم كومبيننت يتكون من نوعين، هو اما يكون انزيم لوحده او يكون ابن الانزيم يكون الكونجيجيتد، يتكون من الابو انزيم فهمنا والكو انزيم. هذا الرسم شو يكون اوضح. يوجد عندنا نوعين من الانزيمات، الكونستيتيوتيف انزيم، كونستيتيوتيف انزيم وانديوس انزيم، حتى نفهم هذا الفرق ما بين هذا وهذا. الكونستيتيوتيف انزيم الويز بريزنت، اذا موجود دائما خليه هذا الانزيم، والويز دائما برودوس ان ايكوال اماونت، دائما موجود خليه ويفرز بكميات متساويه على ايكوال معدلات متساويه. Regardless of the amount of the substrate، ما له علاقة بالماد أو سبستريت المادة الفعالة يشتغل عليها، لو موجودة أو موجود يكون دائما موجود يفرز من قبل الخلية. Enzyme involved هذا دائما تشمل عملية جلوكوز ميتابوليزم، إذا جلوكوز ميتابوليزم يكون من نوع إنزيمات constitutive enzyme. من النوع الثاني دوس إنزيمات محفزة not constant ليس present ما موجودة بصورة ثابتة، produced تنتج فقط متى وين سبستريت از قد ما السبستريت تكون موجوده، بالتالي راح يكون يعني ماده محفزه، متى ما وجد ماده محفزه بالتالي هذا الانزيم وجد وراح يحفز علي من على هذا العمل. برافيد يمنع سيل فروم ويستنج ريسورس، وبالتالي هذا وين يمنع من تجمع الفضلات الموجوده. الانزيمات سبيسيفيك كان بي اكسبلين باي، والانزيمات دائما تعتمد على مبدا او برنسبل اوف لوك اند كي، نظريه اللوك القفل والمفتاح، يعني شنو؟ يعني موجود هذا الانزيم، هذا الانزيم اكو موقع خاص يرتبط مع من على مع السبستريت، يعني موجود اكتف سايد، هذا الاكتف سايد هذا يعمل على من على السبستريت، يعني يكون هذا مماثل هذا شكل مثل دائري الى دائري مستطيل، وهكذا يكون اكو تخصص لاليه عمل الانزيم. بعد ما فهمنا الانزيمات وعملها وانواعها، نعرف ما هي الانهبيترز المثبطات اللي ممكن كان افكت انزيماتيك اكتيفيتي، ما هي انواع المثبطات ممكن تاثر على عمل الانزيم. عندنا نوعين من المثبطات، كومبتيتيف انهبيترز مثبطات تنافسيه، والنون كومبتيتيف انهبيترز مثبطات الغير تنافسيه. اذا مثبطات تنافسيه مثبطات الغير تنافسيه، بالاسم مثبطات تنافسيه معناها تنافس هذا موجود مع مركبات تنافس هذا الانزيم حول نفس الموقع الفعال، يعني انزيمات اكو مواقع شو نقول الانزيمات تعتمد على نظريه القفل والمفتاح اللوك اند كي ثيوري، بالتالي هذا سبستريت بعض المواد تشبه سبستريت، واذا شبه اذا كان مشابه ما راح تدخل سبستريت بالاكتيف سايت موقع فعال الانزيم، شو تدخل ماده مشابهه، واذا دخلت ماده مشابهه راح يبطل او ينهي او يعني فعالية الإنزيم بالتالي راح تهلك أو تثبط. هذا النورمال، هذا عندنا الأكتيف سايت والسبستريت، وهذا الكومبتيتيف انهبيتر مثبطات يكون مشابه للأكتيف سايت، بالتالي شنو؟ راح تأثر على عملية تثبط.
هاي المثبطات مثل على سبيل المثال، وين نلاحظ هاي المثبطات؟ موجود بالبنسلين، موجود بالسلفا نيلاميد اللي يسمى بالسلفا ادراج. والبنسلين، البنسلين شنو عمله؟ انه كومبيت، تنافس فور ذا اكتف سايد على الانزيم، تنافس اكتف سايد بالانزيمات اللي تشمل مصانع البيبتيدا جلايسين كروس بريدج. والسلفانيمايد انه راح تنافس بالاكتف سايد من انزيمات ذات تحول البي اي بي اي الى الفوليك اسيد. هو هذا الفوليك اسيد يطلب عمليه صنع الدي ان اي والار ان اي. نلاحظ هذا الدايجرام. اوكي، بينما النن كومبتيتيف انفيترز مثبطات لا تنافسيه هي تكون اتاتش تو ان الوستريك سايد، راح ترتبط من بمواقع يسمونه مواقع الوستريه، مواقع الوستريك. يعني شنو هذا موقع الوستريك سايد؟ ترتبط هنا ليس بالاكتف سايد، وبالتالي تاثر عليه من عمله وتثبط من فعاليته. هذا باللون الاصفر هذا الموقع. اخر سلايد من هذه المحاضره، سوف نكون ان شاء الله هذه المتوازن في المحاضره الثالثه، يعني سيؤدي ثالث محاضره، هو الكنترول اوف انزيم اكتيفيتي، السيطرة على فعالية الإنزيم. الـ competitive inhibitors حتى نسيطر على فعالية الإنزيم من خلال وجود مثبطات تنافسية طرحناها قبل قليل، ومن خلال feedback inhibition من خلال مثبطات feedback رجعي. شنو معناه؟ concentration of a product at the end of the pathway block the action of the key enzyme. يعني بعض الأحيان بالـ pathway هذا الناتج النهائي end of the pathway وجود بعض التراكم شنو؟ راح تثبط من فعالية هذا الإنزيم. من اسم الرجع يعني شنو يكون؟ نفس المكونات راح تكون وتثبط من فعاليتها. وعندنا النوع الثالث يسمى فيدباك ريبريشن، مثبطات فيدباك انه مثبط تثبط على الجينيتك ليفل باي كنترول سينثيسيس اوف كي انزيم. هاي تثبط على تاثر على من عليه الفعاليه الوراثيه لهذا الانزيم، بالتالي سوف يثبط من فعاليه عمل. وانزيم induction محفز انزيم، انزيمات are made only when suitable substrate are present. هذه الانزيمات راح تعمل فقط عندما شنو؟ عندما موجوده الماده الفعاله، يعني عندما تكون ماده فعاله ما موجوده ما راح يعمل هذا الانزيم. هنا خلصنا هذه المحاضره الثانيه، وشكرا جزيلا لحسن الاستماع.